لكن الجزء الثاني وهو متعلق بخريطة المرحلة القادمة للموسم الإفريقي القادم، بعد ما استقر الكاف على إقامة المباريات في موعدها ابتدى يشتغل على خريطة الفترة القادمة. طيب أنا هكشف لكم بخطابات رسمية هتنشر لأول مرة إيه اللي هيحصل بالنسبة للمرحلة القادمة. قدامكم على الشاشة ده خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكل الاتحادات الأهلية. الخطاب ده بينشر لأول مرة، ده انفراد لبرنامج الترند على شاشة قناة الأهلي، بيشرح للناس الفترة الجاية إيه اللي هيحصل في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، بداية من انطلاق الموسم القادم حتى نهايته قبل انطلاق أولمبياد طوكيو. بمعنى أدق، في الورقة الأولى اللي هتكون معانا على الشاشة وزي ما أنتوا تابعتوها، من 1 سبتمبر ل 20 أكتوبر ده موعد إرسال أسماء الأندية اللي هتشارك في البطولات الإفريقية خلال الفترة القادمة. والاتحاد الإفريقي من خلال هذا الخطاب حدد مجموعة من الأمور وقال مجموعة من السيناريوهات. الاتحادات التي انتهت من مسابقتها ستتأهل الفرق وفقا للمعايير المعروفة. يعني أي اتحاد زي الاتحاد التونسي قدامكم هو في الخطاب بيحدد من خلال الفقرات من 1 سبتمبر ل 20 سبتمبر ل 20 أكتوبر ده موعد إرسال أسماء الأندية. لو الاتحاد التونسي أنهى المسابقة، الترتيب اللي موجود دلوقتي حاليا هو اللي هيشارك في البطولة الفترة الجاية أو السنة الجاية. طيب في السيناريو الثاني في نفس الخطاب وفي نفس الورقة بيقول لك الاتحادات التي لم تكتمل البطولة المحلية موسم 2019-2020 وقامت بإنهاء البطولة بسبب الكورونا لكنها اتفقت على الترتيب، ستتأهل الفرق بنفس الشكل اللي هيكون موجود في السيناريو الأول. طيب السيناريو الثالث، الاتحادات التي ألغت الموسم تمام دون تحديد البطل والترتيب سيتأهل فرق الموسم الماضي. تمام. طيب آخر حاجة، سيتوجب على الاتحاد المحلي الذي لم ينهي الموسم أن يختار سيناريو من السيناريوهات الثلاثة زي الاتحاد المصري لكرة القدم. طيب دي آخر جزئية في هذه الفقرة وهي متعلقة ببداية الورقة الثانية والصفحة الثانية. هذا الخطاب ده بينشر لأول مرة في وسائل إعلام لكل المشاهدين، وده حاجة حصرية لجمهور النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية بشكل عام. السيناريو الرابع له علاقة بالاتحاد المصري لكرة القدم، فيما معناه ان انت لسه ما خلصتش الموسم بتاعك، اذا هتختار سيناريو من الثلاثه السيناريوهات السابقه، يا اما تبعت اخر فرق شاركت في البطولات الماضيه، يا اما انت تحدد ترتيب حتى للدوري لسه شغال وتبعت، يا اما انت ساعتها هتلغي النتائج او تلغي الدوري وتبعت اسماء الفرق اللي انت ممكن تشوف ان هي من خلال اسبقيه ان هي الجداره الرياضيه ان هي تشارك في النهايه. عموما انت عندك ميعاد لغايه 20 اكتوبر تقدر تحدد هل الدوري المصري وقتها هيكون الظروف سمحت بكل ده؟ هنشوف الفترة الجاية اللي هيحصل، لكن إن شاء الله على 20 أكتوبر أعتقد مش هتكون في أزمة بالنسبة للمركز الأول لأن البطل النادي الأهلي وأيضا كمان شارك الموسم الماضي النادي الأهلي. هتكون في المشكلة بقى في المركز الثاني، المركز الثالث، كأس مصر، المشاركة في الكونفدرالية، هتبقى عندك هنا الأزمة. لكن أنا عايز أرجع للورقة الثانية عشان فيها جزئية مهمة جدا. بعد التصنيف قدامكم أهو على الشاشة التصنيف الـ 12 دولة، بداية من الجزائر، أنجولا، الكونغو الديمقراطية، مصر، حتى زامبيا. ال 12 دولة طبقا لهذا التصنيف دول ليهم الحق ان هم يشاركوا بأربع أندية، اتنين دوري أبطال واتنين كأس كونفدرالية. لكن الفقرة اللي جاية هي المفاجأة، لأن الفقرة اللي جاية هتلقي الضوء على نقطة محدش خد باله منها، وده الانفراد وده تأكيد هذا السبق من خلال هذا الخطاب. الفقرة الجاية بتتكلم على لايسنس أبليكانتس اللي هي رخصة الأندية المحترفة. الاتحاد الإفريقي من خلال هذا الخطاب اللي أرسل بتاريخ 31 أغسطس بالأمس حط معيار مهم جدا له علاقة بمعيار التدقيق المالي أو المعيار المالي لرخصة الأندية المحترفة. لن يسمح بأي نادي يشارك في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية إلا لما ما يكونش عليه أي جنيه أو أي دولار في أي مكان ولا عليه أي أحكام سواء في الاتحاد المحلي أو حتى في الاتحاد الدولي. تاني، أي نادي هيكون عليه مستحقات مالية وهيكون عنده مشاكل قضائية ولم يلتزم بمستحقات لاعبين أو مدربين لن يشارك في مسابقة الموسم القادم. هذه الفقرة تحديداً قدامكم على الشاشة بتشرح من خلال المادة 5 والمادة 6 من خلال لائحة التراخيص من الأندية اللي لها الحق إن هي تشارك الفترة القادمة. عايز ألقي الضوء على نقطة مهمة جدا، لما صدر للنادي الأهلي حكم أمام النجم الساحلي التونسي والصفاقسي التونسي، هذه الأحكام اللي صدرت من الاتحاد الدولي
كان بيتم تنفيذها من خلال الاتحاد الافريقي عشان هذه الانديه او تحديدا النجم الساحلي والصفاقسي اذا ما التزموش بالسداد قبل 20 اكتوبر لن يشاركوا في دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه العام القادم. ده كلام مؤكد وكلام رسمي. النجم الساحلي والصفاقسي لو اخذ هذه القضيه وهذا الكيس تحديدا من خلال هذا الخطاب وهذه الفقره تحديدا هيكون لها علاقه بالنادي الاهلي. الفقره هي اللي من بعد اسماء الدول ال 12 لغايه نهايه الصفحه الثانيه بيتكلم عن الأندية اللي عليها التزامات مالية وعليها أحكام قضائية لن تشارك في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية العام القادم. الأمر ده هينطبق بدءا أو تحديدا آخر موعد 20 أكتوبر. لو 20 أكتوبر ما سددتش التزاماتك مش هتلعب المسابقات الإفريقية القادمة. هيكون الأمر له علاقة بالنجم الساحلي والصفاقسي. الأمر ده متعلق بالنادي الأهلي لما خد أحكام على الناديين خلال الفترة الأخيرة. أيضا لو في نادي مصري عنده أزمة مالية عليه أحكام في الاتحاد الدولي عليه التزامات لدى اللاعبين لن يشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم أو الكونفدرالية حتى لو كان بطل البطولة أو صاحب المركز الأول في الدوري المحلي. وأنا بختم في هذه الجزئية لأن أروح للورقة الثالثة والأخيرة واللي فيها التوقيع بتاع السكرتير العام للاتحاد الإفريقي عبد المنعم با. ده في النهاية بيأكد لهم على الالتزام باللوائح والتأكيد على المشاركة في الفترة القادمة من خلال لائحة النظام الأساسي والمواد القانونية للمشاركة في الفترة القادمة. فبالتالي النادي اللي هيكون عليه جنيه أو عليه فلوس أو عليه أحكام لن يشارك في البطولات القادمة. والاتحاد المصري لكرة القدم هيكون معني بهذا الأمر. ليه بأكد على الاتحاد المصري هيكون معني بهذا الأمر؟ لأن كلنا نتذكر لو نعمل فلاش باك لما حدث قبل عام تحديدا من هذه الفترة في سبتمبر 2019. الاتحاد المصري لكرة القدم اتغرم $5,000 لأنه لم يلتزم بإرسال المعايير المالية في لائحة التراخيص على الأندية المصرية. وكان هناك مشكلة في لائحة التراخيص، نادي ما لم يقدم المعايير المالية السليمة وكان عليه التزامات مالية، فالاتحاد المصري كان شريك في هذا الأمر وتوقع عليه غرامة من الاتحاد الإفريقي $5,000. المرة دي طبقا لهذه الخطابات اللي هيكون عليه جنيه مش هيلعب دوري ابطال افريقيا والمهله الاخيره 20 اكتوبر. يبقى الفكره مش ارسال اسماء الانديه وبس، لا، ارسال اسماء الانديه والمعيار المالي لازم ميزانيتك ما تكونش عليها اي مستحقات ماليه ويكون تم تسويه كل الفلوس الماليه اللي عليك سواء لمدربين او لاعبين بورقه رسم وخطاب رسمي. بنعلن هذا الكلام من خلال شاشه قناه الاهلي.